إلى الصومال، حيث ذكرت مصادر عسكرية أن 12 جنديا من قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية قتلوا في تفجير انتحاري بسيارة واشتباكات مع جماعة الشباب الإسلامية المتشددة. وأفاد ضابط صومالي بأن أكثر من 10 مقاتلين متشددين لقوا حتفهم في الاشتباكات. وذكرت إذاعة الأندلس المحلية أن 6 جنود لقوا حتفهم في اشتباك عقب ذلك الهجوم في مدينة مناس جنوبية الصومال.